مرحبا بمشتري كيسابورانات. اليوم ان شاء الله باش نتعادل الجزء الثاني من تلخيص الدرس نتاعنا على مجموعه الاعداد الحقيقيه، وباش نحكي لكم على تدريج مستقيم بواسطه الاعداد الحقيقيه. مستقيم المدرجه هو دونك قطعه المستقيم او اكس تمثل مجموعه الاعداد الحقيقيه الموجبه ار موجب، قطعه المستقيم او اكس اولي تمثل المجموعه الحقيقيه ار سالب. اذا هذه مثل الاعداد الموجبه، مثلا نحط 1 نحط 2 نحط مثال جذر لتربيع 2 نحط 10 نحط 100، تفهمنا من هنا نحط الاعداد السالبه الا 1 الا 3 الا 4. اذا هذه تحط فيها الاعداد الموجبه وهذه نحط فيها الاعداد السالبه. نتعدى نوريكم كيفاش نصور بعض ولا نحط بعض الاعداد على المستقيم المدرج، مثال جذر تربيعي 2 جذر تربيعي 3 وجذر تربيعي 5. باهي هنا جذر تربيعي 2 باش نستعمل جذر تربيعي باش نستعمل قاعده اللي بيتاغور، ان شاء الله باش نشوفوها في الهندسه درس الثالث في الهندسه. اذا شنو نعمل هنا؟ باش ناخذ زاويه قائمه، حبيت نحط لكم الملخص هذا في فيديو واحد ولا خاطر مهم برشا. باش ناخذ زاويه قائمه، باش ناخذ الابعاد من هنا باش ناخذ 1 ومن هنا باش ناخذ 1. اذا باش نتحصل هنا على مثلث ا بي سي، فهمنا البعد هذا بي سي يمثل جذر تربيعي ل 2، هذا هو جذر تربيعي ل 2 منه 1 منه 1. استعملت القاعده اللي هي ا بي قوت 2 مع ا سي قوت 2 يساوي بي سي قوت 2. شو معناتها؟ معناتها 1 مع 1 خاطر لنا 1 قوت 2 مع 1 قوت 2 يساوي 2 يساوي 2، هكا ولا اللي هي جذر تربيعي لاثنين قوت اثنين. اذا ضلع بي سي باش يكون جذر تربيعي لاثنين. جذر تربيعي لثلاثة، اذا هنا باش ناخذ جذر تربيعي لاثنين بالطبيعة بالبركان، ها هي باش نحط زاوية قائمة من هنا باش نحط جذر تربيعي لاثنين. اذا هنا بالاحمر هذا هو جذر تربيعي لثلاثة، هاهو عفوا هذا هو جذر تربيعي لثلاثة، هذا يمثل جذر تربيعي لثلاثة. من هنا عندي 1 ومن هنا عندي جذر تربيعي لاثنين. كي نعمل 1 قوة 2 مع جذر تربيعي لاثنين قوة 2 باش تجيني 1 مع 2 اللي هي 3 اللي هي جذر تربيعي لثلاثة قوة 2، فهمنا؟ باهي جذر تربيعي لخمسة، إذا جذر تربيعي لخمسة نجم ناخد 2 قوة 2 مع 1 قوة 2 اللي هي 4 مع 1 يساوي 5 يساوي جذر تربيعي لخمسة قوة 2. إذا جذر تربيعي لخمسة ناخد لهنا بلون مغاير باش ناخذ اللون الاخضر، عندي ناخذ من هنا 1 ومن هنا باش ناخذ 2 اهو 2، اذا هذا 2. الضلع هذا اللي تحصلت عليه هو باش يكون جذر تربيعي ل 5. بعد شنو نجي نعمل؟ بعد نجي ناخذ المستقيم المدرج نتاعي، مستقيم اهو عندي هذايا او اكس، باش نحط مثلا جذر تربيعي ل 2. نجي ناخذ البركان ناخذ جذر تربيعي ل 2 هيا نجي لهنا ونعينها، فهمنا؟ بالطبيعة المستقيم نتاعي باش يكون الوحدة نتاعو هي 1، نمشي بالواحد لهنا، إذا عندي هذا 1 2 3 4، إذا هذه هو جذر تربيعي لي 2. جذر تربيعي لي 3 كيف كيف ناخذ البركال ناخذ البعد هذا اللي تحصلت عليه بالزاوية القائمة ونصور جذر تربيعي لي 3، أهو هذا هو جذر تربيعي لي 3. جذر تربيعي لي 5 كيف كيف، أهو فوالا هذا هو جذر تربيعي لي 5. باهي كي يعطيني لهنا مثلا يحب على جذر تربيعي لستة، كيفاش نعمل؟ ستة هي شنو؟ ستة هي ثلاثة مع ثلاثة يساوي ستة. شنو معنتها ثلاثة؟ معنتها جذر تربيعي لثلاثة قوة اثنين مع جذر تربيعي لثلاثة قوة اثنين يساوي جذر تربيعي لستة قوة اثنين. إذا لهنا باش ناخو زاوية قائمة، منها باش ناخو جذر تربيعي لثلاثة ومنها باش ناخو جذر تربيعي لثلاثة، إذا هذا باش يكون جذر تربيعي لستة. وإلا ستة هي أربعة مع اثنين يساوي ستة. شو معنتها أربعة؟ معنتها اثنين قوة اثنين مع جذر تربيعي لاثنين قوة اثنين يساوي جذر تربيعي لستة قوة اثنين. إذا كيف كيف نجم ناخد من هنا مثلث، منا باش ناخد جذر تربيعي لاثنين ومنا باش ناخد اثنين، إذا هذه باش تكون جذر تربيعي لستة. باهي مثال هو باش يطلب مني جذر تربيعي لسبعة، سبعة هي شنو؟ سبعة هي أربعة مع ثلاثة اللي هي يساوي سبعة. شو معنتها؟ معنتها اثنين قوة اثنين مع جذر تربيعي لثلاثة قوة اثنين يساوي جذر تربيعي لسبعة قوة اثنين. إذا باش ناخد المثلث نتاعي باش ناخد منها جذر تربيعي لثلاثة، بالطبيعة ديما زاوية قائمة، باش ناخد منها اثنين، إذا هذا اللي تحصلت عليه هو جذر تربيعي لسبعة. باهي مثال يحب هو على جذر تربيعي لتسعة، إذا جذر تربيعي لتسعة، تسعة هي شنو؟ تسعة هي خمسة مع أربعة يساوي تسعة، معنتها جذر تربيعي لخمسة قوة اثنين مع اثنين قوة اثنين يساوي جذر تربيعي لتسعة قوة اثنين. إذا لهنا باش ناخد المثلث نتاعي قائم الزاوية بالطبيعة، منا باش ناخد مثلا باش ناخد اثنين ومنا باش ناخد جذر تربيعي لخمسة، إذا هذا اللي تحصلت عليه هو جذر تربيعي لتسعة. باهي نعرف كيفاش نصرف الأعداد نتاعي، نطبق القاعدة هذيا نتحصل على جذر تربيعي يحب عليه. باهي هكي نكون عطيتكم ملخص صغير على تدريج مستقيم بواسطة الأعداد الحقيقية. تابعوني على سبورة نت إن شاء الله هبطلكم مجموعة من التمارينات اللي تعاونكم في فهم الدرس نتاعكم.